للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل منافسات هذه الفترة الصباحية لتحديات وانطلاقات السباق المحلي السابع المخصص للأشواط المفتوحة بانطلاقات متواصلة وتحديات مستمرة. انطلق قبل لحظات الشوط السادس والمخصص لفئة القعدان مع مسيرة وتحديات الخمسة كيلومترات. تابعنا التحديات والمنافسات في الأشواط الماضية في حضور أسماء ونوعيات، كانت مع المتعة، كانت مع الحضور المميز والانطلاقات الجميلة والرائعة من هذه الشعارات المميزة التي تشارك وتتواجد بالتحديات الكبيرة. لنبدأ مع انطلاقة المركز الأول، لنتابع دليل على أول الأسماء. تعود ملكية دليل هجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري، من يتابع بعملية التضمير ويقدم لنا انطلاقة البداية. المركز الثاني نتابع مشاهدينا الكرام شعار هجن الشحانية مع انطلاقة مكلف على ثاني التحديات بمتابعة محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا المشاغب مكلف على المركز الثاني. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الأعزاء من قبل الطاقي، تعود ملكية الهجن أم الزبار بمتابعة سالم بن سعيد بن دلهم، من يتابع الطاقي في ثالث التحديات وفي ثالث الانطلاقات. كان أيضا له حضور مميز في أول أشواط القعدان مع انطلاقة عنيد، ليتواصل هذا الشعار مع بتقديم أسماء ونوعيات جديدة حاضرة ومتنافسة مع انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع نتابع مسير على رابع الأسماء، تعود ملكية الهجن أم الزبار بمتابعة زيد بن محسن بن نديلة، من يقدم لنا سهيل انطلاقة مسير مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع مسيرة منسوج، تعود ملكية الهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة شوطنا المنطلق، أيضا الحاضر بالانطلاقات الجميلة بالنوعيات المميزة التي تسير وتجري في مسيرة شوطنا السادس. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول، لنتابع انطلاقة أول الأسماء، من يتواجد دليل على المركز الأول يحضر بانطلاقته بأيضا حضوره المميز بشعار هجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري، من يتابع الذهبي بعملية التضمير. نراقب المركز الثاني، من يحضر بانطلاقته مكلف، من يراقب أوضاع الصدارة ويتابع انطلاق الدليل على المركز الثاني بشعار هنالك مكلف هجن شحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، من يرافقه بعملية التضمير. المركز الثالث التواجد من قبل الطاقي بشعار هجن أم الزبار بمتابعة سالم بن سعيد بن دلها، من يتابع بعملية التضمير. المركز الرابع الحضور مشاهدينا الكرام من قبل مسير بشعار هجن أم الزبار بمتابعة زيد بن محسن بن نديلة، من يتابع بعملية التضمير. المركز الخامس منسوج على خامس التحديات، تعود ملكية الهجن الشحانية عملية التضمير مع المشاق محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء الخمسة الأولى للنداء الثاني، دعناه على مسامعكم بالوفاء والتمام. لم يتجدد أي جديد من قبل الأسماء الحاضرة والمراكز المتقدمة، والانطلاق الرائع من هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة. نرى أيضا أسماء بدأت بالاقتراب بهذه اللحظات بالتدخل مع دائرة الأسماء الخمسة الأولى، ليبدأ حماس جديد بحضور هذه الشعارات المشاركة وبانطلاقتها مع دائرة الأسماء المذاعة الخمسة الأولى. لنعود إلى المركز الأول لنتابع حماس الصدارة، حماس البداية، تغيير المراكز، أو ما زالت الأمور مع سيطرة دليل على المركز الأول، من يحضر بانطلاقته مع الصدارة والبداية. لكن الصدارة
خطفت من قبل مكلف. من حضر إلى المركز الأول، من انطلق في البداية والصدارة، لكن من ميمنة الميدان تابع أيضا انطلاقة وقدوم من قبل مسير، هذا اللي سير إلى النداء بانطلاقته وإلى المركز الأول بحضوره وتواجده مع البداية بشعار هجن يوم الزبار بمتابعة زيد بن محسن بن نديلة من يتابع بعملية التضمير. المركز الثاني يتابع القادم لفان على ثاني الأسماء، يصل لأول ندى لينطلق مباشرة مع المركز الثاني، تعود ملكية الهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يتابع لنا انطلاقة لفان بعدما افتتح أشواط هذه الفترة الصباحية مقدما لنا السعدية، من أسعد جماهير هذا الشعار بتقديم هذه النوعية الجميلة. يواصل أيضا تقديم الأسماء والنجوم الحاضرة بالانطلاقات جار الله بن محمد بن عقيل مع انطلاقة هذا الشعار. المركز الثالث أتابع منسوج من حضر إلى المركز الثاني بهذه اللحظات في شعار هجن الشحاري بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الثالث يصل الطاقي لهجن يوم الزبار بمتابعة سعيد بن دلهم. المركز الرابع نرى القادم ثابت من وصل لأول ندى بشعار هجن الشحانية، فرابر محمد بن قريع من يتابع بعملية التضمير. المركز الخامس وصل السعد على المركز الخامس بشعار هجن أم الزبار بمتابعة محمد بن بخيت برقان المقارع من يقدم لنا أيضا تحديات هذا البطل مع المركز الخامس. لكن العودة إلى حامل الرقم خمسة من يتواجد في البداية ومع أول الأسماء يحضر الطاقي، لكن شوفوا الانطلاق الطاقي من قبل منسوج، الله هجن الشحانية، لكن شوفوا من ميمنة الميدان صامد بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني، معذرة يا بن عمارة لم نرى تحديات الصامد حتى هذه اللحظات إلا بقدومه مع المركز الثاني، لكن الصدارة منسوج هجن الشحانية مع المركز الثاني صامد الذي لا يزال صامد، لكن الصامد هو منسوج من خطف الناموس. ثانينا لهجن الشحانية، ثانينا محمد بن خالد العطية المشاقب من شاقب مع تحديات هذا الشعار ومع تقديم منسوج بالمركز الأول. المركز الثاني وصل صامد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني مع حمد بن طالب بن عمار. المركز الثالث كان الوصول من قبل الطاقي لهجن يوم الزبار. المركز الرابع وصل مسير لهجن يوم الزبار. المركز الخامس كان الوصول من قبل السعد بشعار هجم الزبار بمتابعة محمد بن خيث بن برقان. إذن التوقيت الزمني المنسوج 7:51:20. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا محمد بن خالد العطية صامد وصل على المركز الثاني 7:51:38. تهانينا والناموس نزف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، تهانينا لحمد بن طالب بن عمارة وصل على المركز الثالث الطاقي. توقيت الزمني 7:58:98. تهانينا والناموس نزف لهجوم الزبار، تهانينا للمضمر سالم بن سعيد بن دل.